وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والصحفي الفلسطيني عز الدين إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أستاذ عز الدين. بداية، مئات القتلى والجرحى حصيلة فعالية اليوم، إلى أي مدى ترى تحقيق فعالية اليوم أهدافها في ظل هذه الإصابات الكبيرة؟ يعني شهداء اليوم 4 شهداء ومئات الجرحى هو رسالة واضحة على تصميم الشعب الفلسطيني على استكمال هذه المسيرة. نستطيع أن نقرأ أهداف مدى تحقق أهداف هذه المسيرة من ردة الفعل الإسرائيلية. نعم. الاحتلال حتى ساعات المساء أمس كان يعني يوصف جميع الأطراف الدولية والعربية لإقناع يعني المنظمين على أو القائمين على هذه المسيرة بأن يؤجلوها أو يوقفوها. فبالتالي الاحتلال متضرر، الاحتلال يعني لا يستطيع مواجهة هذه المسيرة إلا بالبسط، وبالتالي واضح أن هذه المسيرة بدأت تحقق أهدافها بالضغط على الاحتلال وبآية تسليط الضوء عالميا وإقليميا على المعاناة المستمرة في غزة. الملاحظة اليوم استمرار استهداف الاحتلال للمدنيين والطواقم الطبية، يعني بما تفسرون هذا السلوك على الرغم من موجة الاستنكار الدولية الكبيرة؟ يعني هو من البداية يستهدف المدنيين، هو لم يستهدف إلا المدنيين من البداية في مسيرات العودة التي انطلقت قبل شهرين. أكثر من 120 شهيدا حتى الآن هو كلهم من المدنيين، لا يوجد بينهم عسكري واحد. الاحتلال يحاول تخويف القائمين على هذه المسيرة. البطش والقتل الذي يمارسه بحق هذه المسيرة هي رسالة ترهيب وتخويف تحاول سلطات الاحتلال فرضها على الفلسطينيين حتى يتراجعوا، حتى يلغوا هذه الفعاليات. هو يواصل عمليات القتل هذه بضوء أخضر أمريكي وبتواطؤ، وربما يعني عجز عربي للأسف عاجز عن يعني فرض أي نوع من الردع على هذا الاحتلال. هل أصبحت خيم مسيرات العودة عبئا على كيان الاحتلال الصهيوني لتقوم باستهدافها بطائرات مسيرة برأيكم؟ بلا شك الوجود اليومي أو الأسبوع لآلاف الفلسطينيين على يعني مقربة من جنود الاحتلال يشكل عبئا أمنيا وعبئا عسكريا أيضا على هذا الاحتلال. فبالتالي هو يعني يدخل مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني بشكل عام في معركة إرادات. الفلسطينيين يريدون فرض إرادة الصمود والعودة، بينما الاحتلال يحاول أن يلغي هذه الإرادة أو يتصدى لها بشتى الوسائل. ويعني القتل الممنهج الذي يواصله منذ شهرين هو خير دليل على أن الاحتلال يحاول أن يغير الواقع الذي نجحت المقاومة الفلسطينية ونجح الشعب الفلسطيني في فرضه خلال الشهرين الماضيين. أشد تصريح كان من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي صرح قائلا إن مسيرات العودة السلمية ستستمر وقد تتحول إلى مقاومة مسلحة. برأيكم هل ترون سحب الحراك السلمي إلى مربع المقاومة فيه فائدة ما إلى الحراك أم أنه يضره؟ المقاومة هي من باب يعني أو التلويح بالمقاومة مسلحة ومن باب يعني رسالة الاحتلال على أن هنالك مقاومة قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وحماية المتظاهرين السلميين. الاحتلال عندما استهدف خلال الأسبوع الماضي الشعب الفلسطيني ردت المقاومة وأوصلت رسالة واضحة للاحتلال على أن المدنيين لا يعني خلفهم هنالك مقاومة تستطيع حمايتهم. فبالتالي لا أعتقد أن هنالك توجها حقيقيا بعسكرة هذا الحراك. الحراك هو سلمي وسيبقى سلمي، لكن إسماعيل هنية أراد توصيل رسالة الاحتلال على أن المقاومة جاهزة للتعامل مع أي اعتداء يعني تمارس قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني صرح بأن قطاع غزة سيشهد تسهيلات في القريب العاجل، يعني في أي إطار يأتي هذا التصريح برأيكم؟ يعني لماذا لم يشهد قطاع غزة هذه التسهيلات منذ شهرين؟ لماذا انتظرت السلطة الفلسطينية لو كانت حقيقة يعني لديها من الشيء الجيد لقطاع غزة؟ لماذا انتظرت أكثر من شهرين؟ ولماذا انتظرت ليسقط أكثر من 120 شهيدا حتى تتحدث عن تسهيلات؟ الذي يريد أن يعطي تسهيلات ويعني يحسن من أوضاع الناس في غزة، يعني يمكن أن يقدم على هذه الخطوة دون إعلام ودون ترويج. السلطة الفلسطينية للأسف يعني مواصلتها العقوبات المفروضة على غزة هي شريكة بهذا العدوان. عز الدين إبراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.